دين نجيم، واخيرا صرت عم بتطلب المناسبات مثل العاده حلوه، ولكن هالمره مش لحالك، عم يكون في معك نصك الثاني المستقبلي. مزبوط صحيح، هادي اسمر خطيبه، جوزي بعد شهر. مبروك نادين، هاي اول يمكن اطلاله لخطيبك على التلفزيون. مزبوط، انا وياه اول مره سوا. صح نادين، يعني كتار بيقولوا انه بهالعمر بعدك صغيره وبعدك عم تبني مستقبلك المهني، ما خفتي قبل ما خلص تتخذي هيدي الخطوه بانك تاسسي بيت وتكوني زوجه وقريبا ام؟ لا ابدا ابدا، ما خفت حياتي. انا ابدا ابدا، بالعكس ابدا، انه انا وياه متفقين على كل شيء، وطالما في حب وفي تفاهم بتصير الزواج شغله كثير سهله، يعني ما لازم كثير تفكر فيها وتعقدها براسك. بدي اسالك، شو اللي لفتك بنادين غير جمالها؟ اكيد على صار في كثير شغفين مع التلفزيون. لا صراحه